معيش اجهزها. في الشتاء بنغرق ما يجوز، اكنك انت كده اكنك قاعد انت في الشارع. والله يا راضية ما طلبش الا الستر من عنده هو بس. السلام عليكم يا حاج، عامله ايه؟ ده النعناع ده ولا ايه؟ الواحده بكام؟ 5 جنيه. طب اديني 2 كده. بكام دول؟ 20 بس. وايه اللي ضمنك يعني ان اديهم لك؟ الله سيدنا محمد رسول الله. هتجيبهم يا ولد؟ خد وخلى عنك خالص، ده انا والشيف. خدهم يا ولد. ولا انت اصلا مغليه عليا عشان كده هتاخدهم؟ لا والله يا ولد، لا والله. خدهم وخلى عنك خالص. ما تعدي في اي وقت اديهم لي. وفرض ما عدتش؟ مسامحاك يا ولدي، مسامحاك يا ابني، مسامحاك يا حبيبي. اسمك ايه؟ اسمع فيها. قاعد هنا بقالك كتير؟ بقالك كام سنة؟ بقالي 20 سنة هنا. 20 سنة. أنا اسمي محمد سامي من موقع مصراوي وبرنامج باب الرضا. ده اللي احنا عملناه معاك ده موقف كده عشان نشوف قد ايه ان انت ست راضية وقاعدة بتبيع. قولي لي بقى انت عندك كام سنه وظروفك ايه وعندك عيال ايه؟ احكي لي بقى. انا عندي 41 سنه بس ومعايا 6 عيال. قولي لي بقى يا حاج انت قاعده فين؟ انا قاعده في صفت واخده شقه اوضتين من دخل بعضيهم مسطحين بالعروق والنطره بتبهدلنا. في الشتاء بنغرق ما يجوز، اكنك انت كده اكنك قاعد انت في الشارع، مش قاعد في مكان ولا اي حاجه. نمزح بالجرادر كده الميه نمزحها. انا بستلف عشان اكل عيالي واشرب عيالي. معايا ابن بنتي يجي بالليل يقول لي مام يا تيتا مام يا تيتا مام، يقطع مصارين ولا معيش اجيب لهم حاجه. عايش اجيب لهم حاجه، بستلف من هنا واستلف من هنا واستلف من هنا عشان اجيب لهم. انت راضيه؟ راضية والله، راضية والله راضية. ما طلبش الا الستر من عنده هو بس. تكسبي كم من هنا؟ حسب، ممكن 100 جنيه كده على حسب ما ربنا يرزقني. الرزق ده بتاع ربنا. الرزق بتاع ربنا. جيتي مرة كده قلت يا رب اشمعنى انا اللي في ظروفي ديت؟ ما في ناس كويسة. لا لا ده كفر ده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لي بنتك مخطوبة وسابت خطيبها كذا مرة، اتخطبت كذا مرة وسابت ليه؟ عشان معيش اجهزها. معيش اجهزها، معاش جهاز. مره اتخطبت وما حصلش نصيب، والخطوبه الثانيه دي كان فيها كاتب كتاب وما حصلش نصيب برضك عشان مش معايا جايب لها حاجتها ولا اجيب لها الحاجه بتاعتها. انت نفسك في ايه يا حاج؟ نفسي اعيش في مكان زي الناس. السقف خايفه لا يقع علينا احنا والعيال. بننام وبنقوم بنصحى على الصبح بنحمد ربنا ونشكره ان الحمد لله ان احنا بخير. العروق متكسره، عروق فوقنا متكسره. ونفسك في ايه كمان؟ نفسي اسطر بنتي. طب انت جبت حاجه رمضان ولا لا؟ لا. طب تسمحي لي بقى ان احنا برنامج باب الرضا المقدم من مؤسسه مصر الخير وموقع مصراوي هنقدم لك هدية بسيطة تقدر تجيبي بيها كل مستلزمات شهر رمضان من أي سوبر ماركت، من مقدمة من موقع مصراوي ومؤسسة مصر الخير. ربنا يسترك يا ولد، ربنا يفرحكم يا رب، ربنا وانتوا طيبين وربنا يبارك لكم يا رب.